النهارده 23 اكتوبر ده اول يوم في ايام المؤتمر الاقتصادي اللي بتنظمه الحكومه بتكليف من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هيستمر هذا المؤتمر لمده 3 ايام. هذا المؤتمر بيعتبر فرصه حقيقيه لكل القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الاعمال عشان يشاركوا في وضع خارطه الطريق للاقتصاد المصري في الفتره القادمه، خاصه انه هيشارك في هذا المؤتمر حوالي 500 شخص من الهيئات المختلفه والجامعات والخبراء ومؤسسات المال والأعمال، بالإضافة أيضا إلى ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية زي اتحاد الصناعات والغرف المتخصصة والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى جمعيات رجال الأعمال وكمان رؤساء اللجان الاقتصادية في مجلس النواب والشيوخ، بالإضافة أيضا إلى رؤساء الأحزاب. كل دول هيكونوا مشاركين في هذا المؤتمر، الكل هيكون عنده فرصة أنه يطرح رؤاه في زيادة الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعة وأيضا زيادة الصادرات. عشان كده الحكومة أعلنت بشكل واضح أن الدولة منفتحة على أي أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعميق الصناعة وتعظيم التصنيع المحلي. النهاردة إن شاء الله في المؤتمر ده هيكون أول يوم، هيتم التركيز في هذا اليوم على مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية. الجلسة الافتتاحية هتقدم لمحة سريعة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبرى. أما في الجلسة الثانية هتكون النهاردة برضو، فهيتم مناقشة السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات. الجلسة الأخيرة النهاردة هتكون مخصصة لمناقشة ملف التضخم اللي بيعتبر مشكلة بيمر بيها العالم كله. في اليوم الثاني لهذا المؤتمر بكرة إن شاء الله هيكون النقاش حول وثيقة سياسة ملكية الدولة وأيضا تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي في تعظيم الاستثمارات. أما اليوم الثالث والأخير فهيكون في مناقشة للتحديات اللي بتواجه قطاع الصناعة في مصر والفجوة التمويلية من خلال الخبراء والمختصين في هذا القطاع، وده لكي يتم التوافق حول خارطة الطريق للاقتصاد المصري واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. وعشان كل الناس تشارك سواء الخبراء أو حتى عامة الشعب يشاركوا، فطبعا احنا كان عندنا موقع إلكتروني بنستقبل فيه طلبات الناس واستفساراتهم ومقترحاتهم للأزمة الاقتصادية العالمية وازاي نعدي من هذه الأزمة. ورئيس امبارح وجه الحكومة وكلف الحكومة بأنهم يناقشوا كل هذه المقترحات، لأنه بكل تأكيد كل هذه المقترحات هيكون فيها أفكار خارج الصندوق. احنا 100 وشوية مليون، يعني على الأقل هتلاقي فيه 10 مليون أو من المفترض أن يكون فيه على الأقل 10 مليون شخص شاركوا في هذا الموضوع وأدلوا برأيهم وادوا مقترحات. قد تكون هذه المقترحات خارج الصندوق، قد تكون هذه المقترحات وهذه الحلول بحاجة إلى بعض التعديلات فيبنى عليها، فجميل أن الناس تشارك. وكمان من المفروض الناس تتابع جلسات المؤتمر النهاردة وبكرة وبعده عشان تعرف الدولة رايحة فين، عشان تعرف الاقتصاد المصري ماشي إزاي خلال الفترة القادمة.